صرصور، واد يا صرصور، انت يا واد انت قوم قوم فز. مين ست وجده؟ نعم. من سكاتك دي ومن غير ما حد يحس بيك تتدلى على البلد اللي قبلينا، هتلاقي هناك سنترال تشوف اي واحد يطلب لك النمره اللي في الورقه دي، ده فيها تليفون ولدي مناع. عايزاني اكلمه؟ طب اقول له ايه؟ تقول له كل اللي حصل هنا، وتقول له ان ابوه وعمه ناويين يقتلوا نسمه بكره الصبح، يا يلحقها يا ما يلحقهاش، وقول له ان امك هتحاول تعطلهم، يا ريت يبدر. والله الف خساره في الموت يا ست نسمه. يلا يلا بسرعه، ربنا يسهل لك طريقك وتوصل بسرعه. حاضر. اطمن يا ست وجيده، في واحد من عائله عبادي عنده عربيه بيوصل بيها الناس، اروح اخده من بيته عشان يوصلني بسرعه. يا رب سلم يا رب. حسان نمت يا اخو؟ انا كنت عارف ان هلاقيك صاحي. وكيف يجي لك النوم بعد اللي حصل لنا ده؟ يا ما حذرتك اخوي ان دخلت ولد البنداري علينا بيتنا، وخلطته على ولدك مناع من وهم صغار. كيف يا نادي؟ كيف احمل بنتي وحدها الزمن؟ يا دم الغلطه غلطتي الاول. يعني ايه؟ بدك تسامحها اياك؟ لا، ودي تاجي دي؟ بدك الناس يقولوا يا كبير انك ترمخت على شرفك؟ احنا عنينا اتكسرت يا كبير، ومفيش اي حاجه ترد هبتنا دلوك الا قتل البت دي وغسل عارها. واحنا كنا فين لما فوتنا كل ده؟ مرتك وامها غفلوا عنها كيف؟ البت لما بتعشق بتستغفل اهلها حتى لو كانوا واقفين عليها زنهار. ليه؟ ليه يا بنتي يا حبيبتي تعملي فيها كده؟ بنتي فوتيني من امرين، كل واحد فيهم امر من التاني. اقتلك ويتحرق قلبي عليكي، ولا سامحك واعيش بعارك العمر كله؟ عارها يتغسل بدمها ودم اللي غواها. اسمع حسان، تعليك بقتل نسمة، وانا هقتل همام ولد الكلب ده حتى لو كان نايم في حضن عروسته. ما اقدرش يا ناجي، ما اقدرش يا ناجي، ما اقدرش اضرب قلب بنتي بالسكينة، ما اقدرش ما اقدرش. عذرك اخوي، انا هتكفل بالاتنين، هقتل نسمة وهمام، وقسما بالله العظيم ما هيعيش بعدها يوم واحد. ليه يا بنت اختي ليه؟ ليه تفوتي روحك للشيطان وتخلي الخراب يحل علينا؟ كتاب الله ما طال مني حاجه. شافوكي يا بنتي عند العين وانتي في حضنه. كتاب الله ما كنت في حضنه، كلهم كذابين وكتاب الله يخلى كذابين. بس اللي يشوف بيشوف بعين الشيطان، والشيطان صور له. والله ابدا، ده الحاجه الوحيده اللي مسها فيها كانت يدي، ساعتها قلبي كان لكن عشقتيه يا بنت حسان واستغفلتينا كله. تحلل بنفسك يا عمي وتحرموا علي؟ انت نفسك عشقت خالتي قبل ما تتجوزها، وهي حكت لي. واه، هتقلبي عليا بنت وجيده؟ اقفل خشمك يا بت. خالتك دي اشرف من الشرف، خالتك دي بنت عمي متربيه معاي، ما كانش فيه اللي يمنع جوازنا، وعشق الحلال ما يجيبش العار. مش من عيله غريبه وعدوتنا. يعني انا كل ذنبي اني صدقت ابوي لما قال لي انه هيخلي الناجع كل عيله واحده. طولة لسانك وغباوتك وجلع اخوك فيك دول،
هم اللي جابوا لك الكافيه وجابوا لنا العار. لا يا عمي، انا شريفه يا عمي، انا شريفه وعفيفه وذنبي في رقبتكم. وهي البت الشريفه العفيفه تعمل اللي عملتيه برضك؟ ده مفيش بيت في النجع كله الا وجايب سيره فضيحتك، ومفيش حاجه هتمحي العار ده الا دمك. اقتلوني يا عمي، اقتلوني، اقتلوني وخلصوني. قومي معايا عديلة، قومي دلوقتي، الصباح رباح والمكتوب مكتوب. قومي عديلة. معاي قومي. اسمع يا زرزور، قول لابوي مناع بيقول لك اياك تمس نسمه باماره الارض الجديده، وهات نسمه وقبلني عند محط القطر، انا هاخدها تعيش عندي. قول له ما حدش هيعرف انها عايشه عندي. الله، ان شاء الله يقول قتلها، ما يهمنيش، المهم قبلني عند محط القطر الساعه 7. سلام. ايه التخلف ده؟ وادي حصاوي. ناقص مناع. لفين الهدوم دي؟ انجز. وانت رايح فين اتمنى؟ احنا عندنا شغل في المزرعه كتير. ملك الصالح، اي حد بكره يسال عليا في المزرعه قول له لسه ما عودش من البلاد بره. طب دي ومفهومه، بس مش قادر افهم زين، هو انت ابوك عايش ولا ابوك ميت؟ هو ده بس اللي ما قدرتش تفهمه. هات الجزمه يا جزمه. أنا كان بدي بس أعرف عشان ما أقع في الغلط. ولما بتسمع كلامي مش هتوقع في الغلط. طب يا حصاوي. نعم يا باشمهندس. إياك تنقل أي كلمة برا، فاهم؟ يمين بالله أقطع رقبتك. حاضر. سلام. سلام. والله من يوم ما اشتغلت معاك وأنا ما فاهم عنك أي حاجة. صعبان عليا يا بوي. نسمة، نسمة يا بوي هيقتلوها بسببي، وانا مش قادر ادافع عنها. يا ولد الكلام، تبكي تبكي عشان هما، امال كيف هتبقى كبير العيلة بعد ابوك؟ اصبر عني، بحبها، بحبها يا ابوي، ما اقدرش اعيش من غيرها. فز، قوم قوم قدامي. ايه انت عايز تضحك علينا الخلق والليل؟ ها عايزهم يقولوا عليك مش راجل؟ هتموت بسببي، هتموت بسببي يا ابوي. تغور في 60 داهيه. الراجل الصح ما يتعلقش بحرمه، الحرمه هي اللي تتعلق بيه، هي اللي اتعلقت بيها، وانا اللي خليت بيها زي الجبال. ما تقولش جبال، ما فيش كبير عيلة يبقى جبال. امال اللي انا عملته مع نسمة ده
تسميه ايه يا بوي؟ تسميه ايه؟ اقول فرصة وجات لك. فرصة وجات لك عشان تثبت للنجع كله انك راجل. راجل بتاخد اللي انت عايزه من غير ما تتهز. اسمع يا ماما يا ولدي، الحريم تحب الراجل اللي قلبه ميت وتترمي تحت رجليه. بعد نسمة انا زهدت الحريم كلهم. وكيف ناوي تدخل على عروستك الاسبوع الجاي بنت عمك سعدون؟ ولا ناوي تقصر رجبينا وتفضحنا قدام الكل؟ انا شرطت ما تحددوش ميعاد الدخله الا ما تطمن على نسمة. الدخله حتتم في ميعادها. واسمع يا همام، قسما بالله العظيم اما دخلت على مرتك كيف في السبع لقتلك قبل ما تشيلني العار. ما تقلقش يا بوي، ما تقلقش، عيلة حسان يقوموا بالواجب. مش معقول يقتلوا نسمة ويفوتوني. يعملوا اللي يعملوه، يوروني هيعملوا ايه وانا فيهم من الدنيا. راجل راجل. اسمع يا همام يا ولدي، انت بقيت كبير، فوتك من الجلعة دي. أنا جلعتك كثير، أنا عارف. صدقني صدقني يا ولد أبوي، هو ده الوقت المناسب علشان ما يبقاش في غيرنا في النجع. كأنك اتمخولت يا سناري ولا إيه؟ أنا عقلي يوزن بلد يا كبير، واللي بقول لك عليه ده لو حصل العيلتين هيخلصوا على بعض، واللي هيعيش منهم هيبقى ضعيف، او ساعتها هيجوا يشتغلوا خدامين تحت رجلينا، وما يبقاش في النجع كله غير عيله واحده بس، هي عيله عبادي. ايوه بس عيله حسان عارفه ان احنا مع بنداري وهيضربوا فينا احنا التنين. سيب الحكايه دي علي انا، وهملنا ولع النار بس وقت الهمام. حياجوا البندريه يطلبوا منك تقف معاهم ضد حسان، تقول لا ده طار شرف وملناش دخل بيه. اقوم انا اعرف حسان ان احنا ملناش دعوة بحد، ويدوروا الطحن في بعض او نخلص. ها قلت ايه يا كبير؟ اكتبي اكتبي يا بت، اكتبي، اقفلي خشمك خالص. حب على قدك يا عمي، حب على قدك، ما تقتلنيش، سيبنيش وعيش قدام ما تحت رجليكم كلكم العمر كله والله العظيم، سيبني. اكتم يا بت، هيك اسمع لك صوت، اكتم. هيش يعني تقتلني دلوقتي يا عمي؟ لا مش هزفر البيت بدمك. سيبني جا البس دي. اوعاك يبان لك ضافر. يلا معاي. قوم يا بت. والبس دي، البس دي. حاضر حاضر. عطشان يا عمي، ريكي نشرب زي الحطب. ودي تسممي تمشي جنبي ساكتة، كفاية عليك كده. يلا قدامي بنت، قدامي. خلاص خلاص يا ناجي، ساعتها جت وما عايزش اتاخر. سامحني، حب على قدك تسامحني. انا خايفه عليك، خايفه عليك من عذاب ربنا. هتقول لي قتلتني ليه؟ انا شريفه وعفيفه، والله العظيم شريفه وعفيفه. هتقتلني عشان تسكت الناس يا بوي؟ خدها من قدامي، ما عايز حد يشوفكم، كفاية فضايح. أحب على يدك، أحب على يدك يا بوي. خدني خدني أشوف أمي وأخواتي. غوري غوري من قدامي، ربي لا يسامحك. غوري ارتاحي، قومي معاي. بيت
ارحمني برحمتك يا رب، ارحمني برحمتك. دي اخرة رميتنا على واحد لا نعرف له اصل ولا فصل. الراحة شوية يا علية، يمكن لا قدر الله جراله حاجة، وبعدين الراجل لحد دلوقت ما شفناش منه حاجة وحشة. طب وقهرة بنتنا دي نعمل فيها ايه؟ استر يا رب. همي يا بت. حاضر يا همي. ما فصلي صعبة قلبي يوقف، مش قادرة. شد نفسك، هانت كلها دقيقتين وهترتاح. قومي يا بت، قومي. حاضر. نامي. تعالي تعالي. دامي دامي يا خاطي، دامي. معايا الصهاج. انت مش هتقتلني. يقتل النسمة اللي بيتنفسها. جزمة. خبر ايه يا والد اخوي؟ احنا
احنا مش اتفقنا نتقابل هناك في المركز؟ لقيت نفسي قريب قلت اوفر عليكم المشوار. طيب اختك معاك؟ خد بالك منها زين. وانت بت ايوه خد بالك بنفسك. يلا يا دكتور. مع السلامه ست نسمه. خلقاتك جبتها جوا في العربيه. مع السلامه. مع السلامه. يلا ربنا يخليك لي يا اخوي. خلاص يا بنت هم ومزاح هتقولي بيها مناحه. خلاص اقول لك ايه يا نسمه، ادك تركبي ورا وتدس راسك في الكنبه الورانيه مع عيسى، حد يشوفك من اهل النجا يقولوا ايه الراجل هرب بنته. لا انا هكور نفسي ورا. طيب حسبي تضيعي مدهوجي وتفتصي. يلا اركب يا سياده المرحومه. عندك ثلاجه صغيره ورا فيها عصير وكل حاجه، واما نوصل هبقى اجيب لك فطار كمان يا ستي. شال برا وبعيد. حد يسافر الطريق يا اخوي؟ منها ربنا يكرمه قابلنا بعربيته اول الطريق. ونسمة عاملة ايه؟ فرحت لما لقيته؟ كان بدي اطمن قلبها طول ما هي ماشية مرعوبة جنبي طول الطريق، لكن سبتها على عماها وما فهمتهاش. خفت الناس تشوفها ماشية جنبي مطمنة يحسوا بأي حاجة ويبوظ ترتيبنا، لكن أول ما شافت أخوها ترمت في صدره وقعدت تبكي. طبطبت عليها وهديت سرها ووصيته عليها وجبت زرزور وعودنا من وسط النجح وانا شايل سكينه في يدك، وانا اخذت منها الحبره عشان الناس تصدق انها اتقتلت. ها طمنتي؟ يلا روح هاتي لي الشاي والفايش عشان افطر. يلا حاضر. الحمد لله الحمد لله. من هنا والشفا منع بيه. شاكرين يا جابر. ما اقول لك وبقيت لنا كان 2-0. عناية. يلا يا نسمة عايزك تاكلي وما تنكسفيش خالص. بصراحة دي يا اخوي انا مستغربة احوالك. شكلك كده مش مناع اخويا اللي انا بشوفه في البلد. شكلك كده عامل زي الممثلين اللي بيطلعوا في التلفزيون. الا قول لي انت بتغير خلقاتك فين دي كل مره؟ شوف يا نسمه مناع للسوهاج غير مناع اللي تعرفيه خالص. مناع للسوهاج عنده مزارع ومواشي وحاجات تانيه كتير ضروري هتعرفيها، بس بقول لك اوعى حد يعرف حاجه من اللي بيننا، معيش سويهم يزعل. تقصد ايه يا اخوي؟ يعني كل اللي يعرفوني هناك يعرفوا انه مقطوع من شجره، لا لي اب ولا ام ولا عيله اصلا. ولا اخت يا منى؟ ولا اخت. الكل يعرف ان عيلتي راحت في الطار، لان انا الوحيد اللي ليا اثبات عند الحكومه. كيف تتنكر من اهلك وناسك يا منى؟ ما انا كنت بقول الحقيقه زمان وانا صغير في المدرسه، بس عمري ما لقيت حد يصدقني. بس لما كبرنا بقينا نشتغل في الهباب المخدرات، قلت خلاص نقفل على سيره النجع من بابه، ما عايز حد يعرف عنه حاجه. وهتقول لهم عني ايه؟ خدامتك؟ انا بس نفسي اعرف بتجيب النكد ده كله منين؟ ده انت بتصطاد النكد زي الصياد اللي بيصطاد سمكه صغيره في محيط. لا ما شاء الله موهبه. وادي حصاوي. مالك متنح ليه؟ دي نسمة اختي، اختي في الرضاعة. اختي في ايه؟ الرضاعة. اختي في ايه؟ الرضاعة. شاطر. وابوها هو اللي مربيني. ايوه 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 ايوه
دي ما تكونش بنت عم الحاج عبد الموجود اللي ساكن في مركز البليانه. عليك نور حصاوي، بنخوف بيه البقر عندي في المطر. شوف يا حصاوي، هي هتقعد عندي هنا على طول، وانت هتيجي وتعاود معاي. على الاقل ارتاح شويه من الغسيل ومن الطبيخ، مش كل دقيقه اطبخ يا حصاوي اطبخ يا حصاوي. لما حصاوي قرب يشيل حل الطبيخ اقول لك بيها قد جنبك بالشقه. لك حل الطبيخ في راسك، كاني كنت باكل من يدك يا بو. تعالي يا نسمه. ايوه. هوريكي اوضتك. اللي على اليمين دي اوضتك هتحط فيها خلاجاتك من دلوقتي، وهترتب الدولاب. وادي هدوم جديده ها. طب كنت عايز اسالك سؤال يا مناع، انت بيجي لك ضيوف هنا؟ ده حنسوان حد الله ما بيننا وبينهم، انت اول ضيف عم تدخل عندينا هنا. انا من يوم ما سيدي مناع اشتغلت معاه وهو عم يصطبح بوشي وعم يتمسى بوشي. يحرق ابو وشك. كاني بصطبح بننش عجرم يا خي. روح اسبكني على المزرعه. حاضر. معلش انت هتقعد لوحدك كتير لاني عندي شغل كتير، بس عندك التلفزيون ابقي تسلي وياه. ما تعولش هم يا اخوي، انا هدبر حالي. ورينا هتدبري حالك ازاي. الثلاجة عندك فيها كل ما يلزمك. انا لازم اروح المزرعة. طيب. عايز اوريك حاجة قبل ما امشي. تعالي على المطبخ. حاضر. ادخل يا نسمة. ما تهم يا بنت. ودي الحاجة الوحيدة اللي مش عندنا. ده بوتاجاز بيشتغل بالغاز. يعني كده يولع. وكده ينطفي. يا سلام يا اخوي، عارفه بشوفه في التلفزيون ابو عيون زرقاء. ايوه بس عمرك ما استعملتيه قبل سابق، وده خطر قوي، لو استعملتيه غلط يحرقنا ويحرق اللي جابونا. هتخوفني ليه؟ اهو كده يولع وكده ايه ينطفي. شاطر. يعني مش بالنفخ كده. انا اطمنت عليكي. حلو قوي، لا باب ولا سماد. وده الميكروويف. ايه ودي الثلاجه تعرفيها طبعا. واه يا مناع. هنا اللحمه والفروج. وفي الضلفه الكبيره دي البيض وحاجات تانيه غريبه كتير، ابقي دوري عليها بنفسك. حقك عليا يا اخوي، اخربت لك حياتك يا بت. ده انت تنوريني وتشرفيني وتعمر بيتي. انا مضطره امشي عندي شغل. مع السلامه. الحمد لله يا رب الحمد لله. كنت هبقى تحت التراب، لكن فجاه لقيت نفسي في الجنه. ربنا يسعدك ويحميك يا ولد ابوي. سليم ارجع لك عليه؟ انا رجعته سليم ولسه ممضي النهارده، بس تعرفي باسم مين؟ باسم مناع حسان. النهارده؟ يعني هو في سوهاج؟ اكيد. انا حبيت اقول لك انك تتحرك. وانا اتحرك ليه؟ المفروض هو اللي يتحرك. بلاش عبر، اما اروح اشوف العملاء بتوعي، ويا رب انت كمان تلحقي العميل بتاعك بدل ما ينقل على بنك تاني. ايوه يا فندم.
ايوه سعاده البيه يؤمر سعادتك. عايز توفيق بيه. في ميعاد بينكم ان شاء الله؟ لا افتح. افتح كيف يا ابوي؟ الكل نايمين لا مؤاخذه. مش عايزين ربط كتير افتح. ما اقدرش يا بيه، انت عايز تخرب بيته ولا ايه؟ طب كلم وجوه. برضه ما ينفعش، بقول لك نايمين نايمين، هو انت ما بتسمعش ولا ايه؟ افتح الباب بقول لك وترزع مكانك من غير ما تنطق ولا حرف. لحسن يمين بالله ما حد هيعرف الطلقه دي جايه لك منين. حاضر حاضر يا بيه حاضر. تفضل يا بيه تفضل. اللي جابه اللي جابك. خاف عشان اسال الجو. خير ان شاء الله. ايه الجنان ده؟ اسمي مناح حسان الحويطي، اصلي وفصلي ما يهمش حد، لكن ما يعرنيش واديني بطولي قدامك. عملت نفسي بنفسي، علمتها الأصول والأخلاق والدين. فلوسي ما فيش فيها مليم كسبته بالحرام ولا بالغدر. مانيش خاين ولا خوان، أعرف قيمة الشرف وأقدر الناس الطيبين. قبلني تقبلوني زي ما أنا، نعمل مع بعض عيلة جديدة، نبني مستقبل أحسن من اللي فات. نفسي عيالي يعيشوا في دنيا غير الدنيا، دنيا منورة ما فيهاش غش ولا ظلم ولا وحوش تتسلى بلحم الغلابة. عايزيني أهلا وسهلا، رافضيني محدش فيكم هيشوفني ولا يسمعني بعد النهارده. شفتي الجنان؟ ايه ماما؟ ايه؟ مش سامعة الغيرة بتاعته؟ أنا مش فاهمة إيه الجنان ده؟ مش صابر للصبح؟ هو تحت؟ أنت كل ده مش حاسة؟ أنا بجد ما شفتش لسه كده، ده جنان رسمي. يلا يا سيدي ما تزعلش. الله 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 الله، ايه الجمال ده؟ غلبت اهل البامبر يا بنت. شكل زين صح؟ وهبقى احلى لو شلت السواد من فوق راسك. فك فك، احنا في بيتنا. ما انا حاولت اعمل كده بس بصراحه انكسفت من روح. لقيتك كنت زي القمر. واه بتتكسفي يا بنت. قولي لي ايه عملت ايه في يومك؟ زهقتي؟ بصراحه زهقت بعد ما خلصت شغل البيت.
بس عملت كيف ما انت قلت لي، قعدت في البلكونة اتفرج على العربيات الرايحة والجاية لحد ما الوقت عدى. عموما انا لقيت حل. ايه؟ كلمت الواد حصاوي يجيب اخته مهرة تقعد معاكي، تاخد حسك وتساعدك في اعمال البيت. الا قول لي يا اخو، ايه الاسامي اللي انت معاشرها دي؟ مهرة وحصاوي، انت قاعد في اسطبل ولا ايه؟ ما عرفش ايه اللي جه في دماغ ابوه وهو بيسميهم، كان الاسامي كانت بفلوس. ما اقول لك ايه يا نسمة؟ ايه؟ اوعى تفضفض باي كلام عن النجع وناس والحد، مش عايز مشاكل. انت بتتنكر لاصلنا اللي عملناه؟ هو احنا عندنا كف الله شر حاجه تعرنا؟ لا، انا بس عايز المرحله دي تعدي على خير، عشان الحكومه لما تدخل النجع تتفاجئ بينا، تلاقينا ساعدنا نفسنا بنفسنا، عمرنا النجع ودخلنا ميه وكهرباء، وساعتها هنقدر نعيش في النور. واحنا هنعوز من الحكومه ايه؟ ما ابويا قال خلاص مش هنزرع مخدرات تاني، يبقى الحكومه ملهاش حاجه عندنا. عيله البندريه وعيله عبادي متمسكين بزراعه الحشيش، والحكومه مش هتفرق بينا وبينهم في حربها على المخدرات. لكن لما البندريه جربوا مره ومرتين وثلاثه ويفشلوا في زراعه الحشيش هيزهقوا، وقتها الحكومه هتعترف بينا ويشوفوا لنا حد كبير مننا كلمته مسموعه ومتصدقه ويعينوا عمده، وكل اهل النجع يطلع لهم بطايق وشهادات ميلاد. حلم كبير يا نسمه، بس عاوز صبر. ربنا معاك يا حبيبي. يا توفيق بيه، المعلومات اللي جمعناها عن السيد مناع حسان كلها بتؤكد انه من عيله غنيه، بس للاسف ما لهمش اي ذكر او اثبات في الاوراق الحكوميه. ايه؟ الاهميه ولا ايه؟ لا حبيبي، اسرتهم موجوده في مركز اسمه في مطعنه العرب زي ما قال بالظبط. بس للاسف عندنا في مصر في ناس بيتولدوا ويعيشوا ويموتوا من غير ما يكون ليهم اي اثبات شخصيه. عارف، زي موضوع حلايب وشلاتين على حدود مصر والسودان، اهلها مصريين لكن لحد دلوقت ما لهمش اي اثبات انهم مصريين. عارف يا توفيق بيه، عدم احتكاك الناس بالمدنيه والقانون بيخليهم ما يفكروش انهم يثبتوا انهم موجودين، والظاهر ان الباشمهندس مناع من عيله زي دي، صدفه واحده هي اللي خلته يتولد في جنة، اهله خافوا عليه من الطار فيهربوه لغايه ما يجي عندنا هنا في سوهاج. لا، لو عليه طار قول لي، انا ارفضه نهائي. اتوفيق بيه، اداره التحريات داخل عشان تعرف هو مين، رغم توافر كل المعلومات اللي عندنا، وبالمنطق اللي مطاردينه صعب ان هم يوصلوا له، واضح كمان ان اهله عارفين يحموه كويس ويأمن.